تكون كريما. بالورود وابتسامة نابعة من القلب، هكذا استقبل اللاجئون السوريون وفد جمعية النجاة الخيرية الكويتية التي جابت المخيمات المنتشرة على حدود مدينة شان العرفة التركية لتوزيع المساعدة الإنسانية استمرارا للدور الكويتي الرائد عالميا بمجال الخير والعطاء. وفي 150 أسرة من الأسر المتعففة السورية وكذلك الأيتام نقدم لهم كوبون قيمته 300 ليرة. هذا الكوبون يأخذون فيه كل حاجاتهم من داخل المول، من أكل، من ملابس، من غيرها من الحاجات اللي تقيهم البرد وغيرها من كسوة الشتاء وغيرها. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. 5 أيام من العمل الإنساني الدؤوب أمضاها وفد الجمعية بخدمة إخوانهم السوريين ضمن حملة مساعدات بعنوان دفءا وسلاما، وزع عليهم بكل سخاء عطايا وخيرات الشعب الكويتي المادية والعينية زارعا الفرحة في قلوب الصغار قبل الكبار. احنا متواجدين بهالمكان بالنادي لاستقبال العوائل السورية المتعففة، تقريبا 150 عائلة بإذن الله تعالى لتوزيع عليهم المؤن من البطانيات ومن الفرش. وجزاكم الله خير أهل الكويت بهذا العطاء وهذا الجود وهذا الكرم، وإن شاء الله ما يضيع أجر من أعطى وأنفق في سبيل الله سبحانه وتعالى. اليوم مخصص للأيتام، قاعدين نوزع كفالات الأيتام. اليوم يا أهل الخير راح تدخلون السرور على قلوبهم، عسى الله يا ربي يرزقكم الجنة ويزيدكم من فضله. الحملة تضمنت إعانات مادية وغذائية ومعيشية للأسر النازحة التي عبرت عن شكرها لليد الكويتية الحانية المؤازرة لهم منذ بداية الحرب، وشاهدين لأهل الكويت وقيادتها وجمعياتها الخيرية بالخير والكرم الأصيل.